محاضرتنا لهذا اليوم آخر ثلاث أنواع من التآكل ندرسها ضمن الكورس الثاني اللي هي ستريس كروجين كراكين كروجين فاتيك أند هيدروجين دامج. أول نوع هو ستريس كروجين كراكينج. في هذا النوع من التآكل الخسارة بسبب تأثيرات التآكل تكون مهملة، لكن المعدن يتصدع بعد مرور فترة من الوقت نتيجة إجراء موضعي ناتج عن وجود وسط تآكل وظروف إجهاد الشد، وكلما زاد الضغط على المادة زاد سرعة تصدعها. والأمثلة على هذا الأكثر شيوعا هي السيزين كراكينج أوف براس كاستيك إمبريتلمنت أوف كربون ستيل أند الكلورايد. الملاحظات الفحص على هذا النوع كيف تظهر؟ أولا الشقوق أو الفشل الهش حول فتحات المسامير. ثانيا المناطق المعرضة للعمل تم تبريدها عن طريق التثبيت، أي كانت لديها ضغوط عالية. ثالثا الرواسب البيضاء في المناطق المتشققة في الغالب الكاوستيك، مثلا وجود هيدروكسيد الصوديوم الناتج لمعالجات كيميائية لغليات المياه. رابعا تسربات صغيرة في المسامير سوف تركز هيدروكسيد الصوديوم وحتى تجف إلى الحالة الصلبة. وأظهرت كذلك أنه الستريس كروجين كراكينج يخترق الصبغات. العوامل المهمة التي تؤثر على الستريس كروجين كراكينج: أولا المركبات الموجودة في البيئة المسببة للتآكل. ثانيا الضغط المتعرض للمعدن. ثالثا تكوين المعادن والبنية المجهرية لها. رابعا درجات الحرارة. وعلى سبيل المثال تصدع النحاس في الأمونيا ولكن ليس في أيون الكلور، وتشقق الستينلس ستيل في أيون الكلور ولكن ليس في الأمونيا، وأخيرا كذلك تكسر الستينلس ستيل في المواد الكوستيك اللي هي أكثر تعرض للستينلس ستيل، بينما لا يتأثر في الحامض الكبريتيك والنتريك والخليك، لا يحدث هذا النوع من التآكل. والوقاية من الستريس كروجين كراكينج: أولا اختيار مادة غير معرضة للستريس كروجين كراكينج في البيئة التي تساعد على التآكل. ثانيا يمكن تخفيف الإجهاد المتعرض للمعدن عن طريق عمليات التلدين. ثالثا تقليل الضغط المسلط على سطح المعدن. رابعا البيئة المتعادلة قدر الإمكان، على سبيل المثال تقليل أيونات تركيز أيونات الكلوريد. النوع الثاني هو الكروجين فتيك. كروجين فتيك هو حالة خاصة من التآكل الإجهاد الناتج عن تأثيرات مشتركة للإجهاد الدوري وكذلك التآكل، حيث يحدث الضرر في المناطق الآتية: أولا ملامسة الماء للمعدات وخاصة المبادلات الحرارية. ثانيا أنابيب الملامسة للبخار تحتوي على بخار مكثف أثناء التشغيل. وأخيرا المناطق الملحومة والانحناءات والملحقات مع حرارة عالية مولدة قوة والحركة أيضا في المناطق الانحناء. المواقع وجود هذا النوع من التآكل هي: أولا أنبوب رأس اللحام والملحقات والانحناءات بشكل حرف U لتصريف خط اللحام، وكذلك الأنابيب السفلية والعليا. الوقاية من الكروجين فتيك: لمنع إجهاد التآكل هو من خلال تقليل المسببات، والتي تشمل أولا الحد من التآكل من خلال استخدام مثبطات والطلاء لتعطيل الوقت قبل بدء التكسر الإجهاد الناتج عن التآكل. ثانيا الحد من الكروجين فتيك عن طريق التحكم في تقلبات الضغط والاهتزازات. وأخيرا الحد من التآكل من خلال استخدام سبائك عالية الأداء ومقاومة للكروجين فتيك. ما هو الاختلاف بين الستريس كروجين والكروجين فتيك؟ ستريس كروجين هو بدء التصدع وتطور التصدع بسبب الإجهاد، وهذا يختلف عن الكروجين فتيك، ويجب عدم الخلط بين النوعين. في حين أن الكروجين فتيك يتميز بوجود تشققات عبر الحبيبات، فإن ستريس كروجين عادة ما يتميز بالشقوق بين الحبيبات. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يكون كروجين فتيك عرضة لمعظم المواد وخاصة السبائك عالية القوة، ونادرا ما يرى ستريس كروجين في المواد التقنية. النوع الأخير هو الهيدروجين دامج، وهو مصطلح عام يشير إلى الضرر الميكانيكي للمعدن الناتج عن وجود الهيدروجين أو التفاعل معه. يمكن تصنيف تلف الهيدروجين إلى ثلاثة أنواع متميزة. أولا الهيدروجين بلسترينج، يدخل الهيدروجين في شبكة المعدن وينتشر إلى الفراغات ويخلق ضغوطا داخلية عالية تؤدي إلى ظهور البثور على سطح المعدن. قد يحدث أثناء التعرض المعدن إلى المحاليل الآتية: الهيدروكربونات، محاليل الطلاء الكهربائي، تيارات العملية الكيميائية، محاليل التخليل، ملوثات التي تحتوي على الهيدروجين أثناء اللحام، وكذلك البيئات التي تساعد على التآكل بشكل عام. ثانيا الهيدروجين إمبريتلمنت، على غرار الهيدروجين بلسترينج يدخل الهيدروجين في تركيب المعدن، ولكن التفاعل مع تركيب المعدن يختلف في هذا النوع. يعتبر الفولاذ عالي القوة والأكثر هشاشة عرضة للإصابة بهذا النوع من التآكل، ويختلف عن الستريس كروجين كراكينج في طبيعة الشقوق. عادة ما تنتشر الشقوق الناتج عن تآكل الإجهاد بشكل أنودي،
واخيرا ثالثا النوع الاخير اللي هو decarbonization and hydrogen attack. هذا النوع يحدث في عمليات ذات درجات حرارة عالية. الكربون او الكاربيد في الفولاذ يمكن ان يتفاعل مع غاز الهيدروجين ويسبب التآكل. اذا لاحظنا ان التفاعل يمكن ان يحدث مع ذرة الهيدروجين في شبكة المعدنية، قد يتكسر الفولاذ من الضغط الداخلي العالي وقد يسبب فقدان القوة اثناء اختفاء الكربون.